أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى أو آخران من غيركم وبين قول المؤلف من ترد شهادتهم قال والكافر؟ هي اقرأ الآية وتعرف. نعم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ها؟ نعم، تحبسونهما. ارفع صوتك. ليش اللي قبله يا أخي؟ أي هذا آخر الآية نبي أولها. نعم، أي نعم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان من أحد يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان لوا عدل منكم، يعني من المسلمين، أو آخران من غيركم من غير المسلمين، بشرط إذا ضربتم في الأرض، يعني كنتم في سفر ما عندكم أحد من المسلمين، تقبل شهادة الكافر على الوصية، تقبل شهادة الكافر على الوصية. نعم، على الوصية خاصة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.